بعت عليها مني بس سيف بالانس بالضبط. طحين شفتين ما تشوفكم شنو تكتبون اربعه لا يعطيك العافيه شرف. حاطين تلفون بعيد عشان نشوف نطلع ثنتيننا بس تروح ما يسمعون بس عشان الصوت يكون واضح بالنسبه لكم والله. لا انت بعد وحشتني وايد. انتو وين مو مكان سري بعدين بقول حول. اوكي واضح. اي اوكي واضح خلاص. اوكي زين بنبتدي احنا معاكم عشان احنا نكون اون تايم. مساء الخيرات. زين واعذرونا اذا جست ان كيس يعني يمكن ما بنلحق على أسئلة ولا شيء. واليوم حن بنقول لكم شنو الهدف من تودي. أول شيء أنا أرحب حبيبتي حبيبتي الغالية الشابة البحرينية الشابة فاطمة جمال حبيبتي. دائما أنا أقول سبحان الله يعني أنا ما أختار ضيوفي ولكن هم يختارون نفسهم بنفسهم. كنا نتكلم عن هاي الموضوع أكيد. يلا عشان يشوفوا لك. أوكي زين فاحنا اليوم ما راح نتكلم بصوره علميه ابدا لان احنا مش مختصين يعني مش اطباء نفسيين او اخصائيين نفسيين. احنا قلنا نسوي هاي اللايف علشان نفيدكم وتستفيدون ولرفع الوعي عن هذه المصطلح اللي هو الليله المظلمه للنفس يعني شنو معناته واللي هي تسبب عدم استمتاع للحياه. فاطمه من الاشخاص اللي انا اول ما حطيت البوست عندي بالستوري يعني كان عندها الشجاعة والجرأة وأنها هي تقول لي نسج همسح يعني حاسة فيك فاهمة هاي الشعور أنا مريتها وأمر فيه وكذا حد بعد أنه قال لي طبعا بس هي سبحان الله like she's just here. فويلكم معنا في اللايف أول لايف لك أنت أول لايف لي يعني هاي صج رسالة أن 2020 بتكون غير. أنا قلت أبي هالسنة تكون غير وهاي يعني أحس بداية وايد حلوة. أول مرة طبعاً أتكلم في مواضيع غير عن الطبخ وغير عن الأمومة لأن حسابي بين عيالي ومطبخي فشوي متحمسة على نشوف الحين إن شاء الله مع همسة نشوف شلون شي يطلع. إذن خلنا نقول لكم أول شيء بذكركم بس بالتعريف. أوكي تعريف عرفه وهاي المرحلة بالإنجليزي اسمها existential turmoil أو existential crisis كارثة الوجودية لها عدة معاني مو بس إنه واحد يسأل فيها أسئلة وجودية يعني عن الله سبحانه وتعالى لا يكون الإنسان يسأل نفسه إنه ليش أنا موجودة وشنو هدفي من الحياة وش قاعد أسوي بمعنى آخر إنه what's next. ففي ذي المرحلة عادة تدرين إنه أتي في مرحلة الترقي الروحي ولا ما تدري؟ أي بالضبط. لما الإنسان يكون يبحث عن نفسه بالضبط. ويبي يعرف إنه شنو علاقته هو بالحياة عموما اللي هو فيها واتصاله فهني تصيده هاي الحالة وعشان ينتقل إلى وضع أفضل. يعني ساعات إحنا نكون في وضع معين أيا كان وما نكون happy ولا نكون راضين بمعنى رضا يعني نكون في شيء ناقص بس ما عندنا الجرأة والشجاعة إن إحنا نغير في هاي الوضع. فأنا هاي اللي حسيت فيه إنه لما يوصل الإنسان إلى هاي المرحلة خلاص هو يصير مجبر إنه هو لازم يغير لأنه ما عنده خيار ثاني لازم يغير إلى شيء أفضل. فهي فعلا يعني شيء موقف أو مرحلة ينقل الشخص من مكان إلى مكان أفضل دائما. زيد أنت شو اللي يعني متى حسيتي أن هذه الترمويل أو خلنا نقول الزوبعة هذه هل عرفتيها حزتها وهل انت اصلا في ذي المرحله ولا عديتي ذي المرحله؟ اي هو صراحه يوم شفت الفيديو اللي انت حطيتيه حق شقيري اول شيء يعني استغربت من الاسم حسيت الاسم صراحه الاسم يخوف يعني شو اللي المظلمه او يعني تخرع صراحه. فهاي اللي خلاني صيدني فضول ان ابي اشوفه وابي افهم شنو هو اللي يقصد فيه. لما شفته اول مره من كثر ما انا من دهشه سكات شدي لي نو كومنت بس بيني وبين نفسي نو كومنت يعني انا حتى من داخلي ما في تعليق. فرديت حتى مره ثانيه واول ريشن صراحه اني ضحكت قلت معقوله ان هاي اللي انا كنت امر فيه معقوله هذه اسمه وهذه هو. ولما عرفته نوعا ما حسيت ان هان علي الموضوع يعني
خاف علي وقت الشيء اللي أنا كنت أمر فيه ولا فهمته. أوكي. فشنو كنت أقول لك؟ أنا الواحد يعرف الشيء هاي نص الحل. بالضبط. شن ضحكت لأني حست أوكي فهمت الموضوع الحين بحله. تحسين أنا مو نهاية الدنيا. لا يعني تبين عطاني هوب إن فهمت شنو اللي أنا فيه، وهاي اللي خلاني أقول لك أوكي بتكلم معك فيه في اللايف، لأن أنا عادة ناس ما أقولش ما أتكلم عن هاي الأشياء، لكن حسيت إن what if في شخص يتابعني او يتابعك ويمر بنفس هاي الموقف، صح، وهو مو فاهمه، صحيح، بهاي الطريقه احنا ما بنقدر نحله، بيتم يرجع. فحسيت ان انا يعني السؤال الاول اللي في بالي، هل ممكن ان هاي الفتره تتكرر في حياه الانسان ولا لا؟ يعني هاي انا اول سؤال يا في بالي الصراحه، فرحت أدور على إجابة هاي السؤال. أول شيء تشوف. أوكي. تتوقعون إن هذه هاي الحالة تتكرر ولا ما تتكرر؟ إيه ولا لا؟ شنو توقعاتكم؟ طبعًا أنا مو قادرة أقرأ شيء، بس همس إن شاء الله تساعدنا. إلا لبس على الصوت أنا. أنا شو بس شيء يتحرك. فأنت تقول لنا لأن أبي يكون في إنتراكشن وبيننا وبينهم على أساس إن نسمعكم. اللي قاعدين يطالعوننا من حسابي قاعدين تسمعوننا عدل؟ تتكرر. اوكي حاطين لي تتكرر. زين اللي قلنا تتكرر صح، احنا مساك ان نتكلم، صح. فصح ايه. هذه الحالة تتكرر، فلت يصيركم الهلع زين وتحسون انه يعني ويه انا ترى صارتني هذه الحاله من قبل وليش الحين راجع انا اي ليش انا بتتكرر. هو تصدقين انا ما اعتقد ان الشخص من اول ما يبتدي يدخل في هاي المرحله بيكون فاهم حتى لو تكررت عليه. نعم. يعني انا يمكن برغم اني انا قلت لك كان تكرر علي هاي الموقف اكثر من مره ثرو السنوات اللي طافت، بس ولا مره حسيت انه هاي موقف قاعد يتكرر الا لما شفت الفيديو. أوكي. وفهمت الموقف وفهمت شنو هو، فصراحه سويت لي تايم لاين فلاش باك شنو اي كتبت في هالسنه صار كذي هالسنه صار كذي، فقعدت ادور وين السنوات اللي صارت فيها بيج جام. اوكي نقل عود تغيير عود. يمكن انا الواضح بالنسبه حق الاغلب ان الكارير كان تغيير عود. يعني من بروجرامينج لطبخ. انت كنت اي تي بروجرامينج؟ اي كنت بروجرامر. اوكي فانا انا اوقف وبدي من جديد في الطبخ، و يعني اخذ شهادتي وشغلي واروح ادرس طبخ بعد، يعني مو خدته بس شي هوايه. انا اصلا عرفتك من توب شيف. اوكي هو ما كان توب شيف، كان ذا تيست اسمه. ذا تيست قبل توب شيف صح؟ لا ما سويت توب شيف، سويت ذا تيست في 2014. مو كنتي مع منى المصلي؟ كانت في ذا تيست بعد. اوكي كانت في ذا تيست بس عرفتك يعني من انترناشونال بروجرام. كانت تجربه حلوه بس هذه كانت في فتره في نفس الفتره ان انا ابي اسوي شيء يطلعني من شنها فتره ركود، تكون شنها فتره امتي، فابي اسوي شيء يطلعني. جربت تجربه هاي البرنامج حلوه وتعلمت منها وايد، ونوعا ما فعلا طلعتني ترى من الشعور ذي نفسه. اي بس كنتي حزتها مو عارفه ان انت لا في شنو بالضبط. لا لدرجه ان هاي البرنامج يعني اكثر مره صحت فيه قدام الناس، يعني على التلفزيون كل حلقه تقريبا انا اصيح على موقف معين. وايد كانت تجربه ايموشنال. يمكن اللي يشوف البرنامج يعتقد انه من البرنامج اي يعني انا مثلا من الضغط من الضغط اللي يصيدنا بالضبط. بس هو فعليا لا يعني تحسين شنو كان يقول الشقير ان الواحد اصلا معنى هاي المرحله انه يفقد التوازن. اي والله صحيح. فلا شعوريا كنت يعني اصح على امور ساعات افكر انه ما كان يصيح. بس هو بارت اوف ات. يعني كانت تتيج اسئله مثلا اللي هو ايش قاعد اسوي، يعني هل صح اللي اسويه ولا مو صح؟ اكيد يعني في كل المراحل لما يقرر الواحد انه ينتقل لنقله بهاي النوع شيء ميجر، ساعات كنت افكر اقول انا يعني كنت موظفه في مكتبي قاعده مرتاحه، فش اللي بيخليني ارد وابتدي بزنس من جديد؟ وبزنس طبخ مو بسهل. يعني كان بداياتي في بزنس الطبخ كان عباره عن شغل متواصل بما يقارب 15 ساعه مينيمم في اليوم. أي أي أي. فوايد كان شغل متعب، اضطريت اسوي اشياء تزعجني كفاطمه. اليوم ماي للدرايفر انا بطلع اوصل الاوردر، كان يزعجني بالنسبه لي لانه ما كان طموحي.
بس مع الوقت اكتشفت ان في شيء وراء، يعني وراء هاي المرحله اللي انا قاعده امر فيها. اوكي. خلال هاي الكم يوم وانا اعيد ترتيب التايم لاين مالي، اكتشفت ان عقب كل مرحله، كل مره مريت فيها في هاي المرحله، كانت بدايه حق شيء وايد حلو وغير متوقع في حياتي. يعني خلنا ما نذكر وايد تفاصيل، بس الكوردن بلو مثلا، روحتي حق الكوردن بلو كانت نهاية هذه المرحلة وبداية شيء وايد حلو في حياتي. كوردن بلو بس حق اللي ما عنده فكرة، لأن هني بالطبخ اللي عندي أنا. أوكي بالطبخ. هي مدرسة عالمية فرنسية صح؟ فرنسية. هي تعلم الطبخ. هي أول مدرسة طبخ في العالم. فإتس فيري بروفيشنال، والفرنش تكنيك يعني معروف عنه شيء وايد صعب. مع أنه هو مو دارج عندنا في الخليج ولا دارج عندنا في البحرين، كوني إني درسته ما يعني إني حبيته. بس التجربة نفسها، إن كوني في مدرسة طبخ، كوني في مكان كنت يعني كان مو حلم، كان ما يعني ما أتوقع أوصله في يوم من الأيام. يعني أشوفه في الويب سايت وصلك، بس هاي حدي. ما توقعت إني في يوم من الأيام بكون طالبة وخريجة من هاي المدرسة. فهذه كانت المرحلة نهاية الترمول هذه اللي صارت، اي نهاية المرحلة المتعبة المزعجة اللي صارت، اي ابتديتها بالكوردن بلو. لان دائما الواحد يعني عشان يطلع من هاي المرحلة لازم يقرر قرار قفزة، مو قرار عادي، يعني مو بطلع امشي الصبح واسوي رياضة، لا مو كذي. بس بقول لك شيء، خلني الحين مثلا هم المتابعين اتوقع ان كثير منهم في المرحلة نفسها، صح؟ ممكن. فخل بس نرجع شوي نسوي ريوايند على المرحلة نفسها. أوكي. شلون هم يعرفون يعني من تجربتنا احنا الشخصية قاعدين نتكلم، أرد وعيدها وأكرر هالموضوع، أن من تجربتنا احنا الشخصية، أن شلون هم يعرفون شنو الأعراض، يعرفون أن ترى هم في ذي المرحلة. أوكي. ممكن تقولوا، ممكن أنا يعني أقول بعد عن تجربتي. فبليز تبين تبتدي ولا تبين عادي؟ انا يمكن ابي اقول ان اعتقد في البدايه ما بيقدر الواحد يميز، لانه وايد بيكون صعب، فلازم الواحد ما يحس بالذنب ان انا ما عرفت انا شنو كان فيني. يعني اتوقع ان هي تبتدي كذي وايد بسيطه وسموث بدون ما الواحد يحس فيها، بس من تبتدي تغزر شويه هني الواحد بيبتدي يحس انا شنو فيني. فهاي بس من الواحد يسال انا شنو فيني، خليه يلتفت على هاي الموضوع بالذات، وبعد خلي يتسائل. اي وبقول لك شيء يمكن يسهل بعد عليهم، انا اتوقع احنا اتكلم عن نفسي، لما اي السؤال اللي هو ما عندي اهتمام، اوكي، اللي هو نو انترست، اللي شاف في اليوتيوب مال شجيرينج اصلا كان قاعد يتكلم وبناء على علم وعلى قراءاته وقرأها، ان الاسباب تختلف. يعني بمعنى اللي شيء اللي انا حسيت فيه غير يمكن عن اللي فاطمة حسيته، غير عن اللي انتم تحسونه. بالنسبه لي انا يمكن حسيت انه نو انترست، يعني قصدي حتى وان قاعده احط اهداف، قاعده اشتغل، انا وعندي هدف على فكره، عندي رساله كونيه واضحه، اوكي، بس في شيء اللي هو اقول ساعات انه نوت ورث ات، اوكي، هل يستحق؟ ما يستحق اصلا كل ذي التعب بالضبط ساعات يصير لي شيء. فمن هني عندي التساؤل انه يعني وي شكلي انا في هذه المرحله، عرفتي؟ اوكي. اللي هي مزيج ما بين الرضا زين والراحه وفي حزن شويه. يعني انا اتكلم مثلا عن نفسي انا، ف في شقين للموضوع، اللي هو لما الانسان يصيد كذي يا يتجه الى شنو نقول الملذات مثلا الشرعيه وغير شرعيه، ممكن تكون اشياء قرارات، يعني كانها لا كانها تخدير، تخدير يعني ترى حتى الناس يصيدهم شره في الاكل، صحيح، يعني ياكلون وايد بدون احساس، مضره للجسد، اي يعني هو مجرد جسد. اي نوع من انواع الادمان. يعني انا بالنسبه لي حتى الناس اللي تقضي وايد وقت على السوشيال ميديا بدون هدف بدون غرض، بس مثلا في ناس يقول لك انا مثلا 8 ساعات اقعد اشوف، صح، بين انستغرام وسناب، فتحسين 8 ساعات وايد، صح، وانتم ما تحطون مثلا محتوى او ما في هدف، فمجرد ان انا اتنقل بين الحسابات. انا احس اي شيء يسوي تخدير حق الافكار، حلو، كان اكل كان تلفزيون، حلو، او اي شيء يعني
صح يتجه الى الادمان. بالضبط ادمان اي شيء. صحيح. فيعني اي شيء. وعشان بس ناكد هاي النقطه ان اذا الشخص اتجه الى شيء يضره سواء كان نفسيا ولا جسديا ولا فكريا، في ناس تتجه الى هذه الاتجاه. فعشان كذي احنا قاعدين نسوي هاللايف، علشان في اتجاه اخر، اتجاه ثاني اللي هو البوزيتيف، اللي هو ممكن ان الانسان يتخذ قرار. واحنا ما نقول لكم تتخذون قرارات مثلنا، كل انسان على حسب وضعه طبعا، بس الاتجاه الاخر يكون نتيجته قرارات جذريه، خلينا نقول صح، قرارات تغيير جذريه. ويمكن تكون هالقرار زين، ويمكن بعد هالقرار يكون مضر. يعني في ناس ممكن تقرر ان هي مثلا تتخلص من صداقات، علاقات، ناس موجودين في حياتها لمجرد انها قاعده تمر في الفتره. بس شلون هاي مضر؟ مضر لان اذا هم زينين، قصدك ان الناس اذا هم زينين أيوة. لان انت في هاي الفتره ما تقدري تشوفين من الزين اللي مو زين. يعني ممكن احد يقول لك مثلا وكانك مثلا ادمنتي هاي الشيء بزياده هالايام أيوة. فانت بالنسبه لك هاي الشخص ما قاعد يفهمني، فما بسمع منه، ابطلع من حياتي. فهو التغيير الجذري، يعني انا يمكن الحين يعني تتغير رايي عن فتره من قبل، يمكن الحين لان شعوري ان حياه كل شخص وايد يونيك، ما تشبه شخص ثاني، فلا يمكن ان نطبق تجربه فلان على فلان، هاي شغله. والشيء الثاني ان حياه كل شخص جايه ديزايند من رب العالمين. صحيح. فسبحان تعالى هو عارف شنو الشيء اللي أنسب لنا ومو بأنسب لنا في كل فترة. قبل ما كنت أشوف الأمور بهاي الطريقة، كنت أشوف إن مثلاً هاي الشخص، هاي البنية كانت صديقتي، فكون إنه أنا دخلت مرحلة جديدة وهي مو معاي، إحنا عادة نحس في نفسنا، يعني هاي شخص كنا متعودين عليها أسولف معاها أطلعي، فجأة اختفت. الحين فهمت إن في أشخاص وجودهم في حياتنا لسبب، لرسالة، فلما تكتمل هاي الرسالة خلاص تنتهي. اي مو غلط، مو غلط، مو معناته ان انا بعاديها وبتعاديني ابدا، بس المحادثات الطويلة والقعدات الطويلة والراحة وليها صارت خلاص ما لها داعي. صحيح. صارت ما تثري احد. صحيح. فاعتقد الحين ان فعلا كل شخص في مرحلة من مراحل حياته اذا كان قاعد يعيشها وهو فاهم هو شنو قاعد يسوي، بيفهم ليش هذه التغييرات قاعدة تصير. ليش مثلا انطرت من شغلي؟ انا احب شغلي بس انا انطرت منه. او ليش انا مريت في مرحلة شغل... مثال مثال بس يعني ممكن يكون بس هو ممكن ايه بس ممكن يعني ممكن ان انا والله اتخلى مثلا، انا يعني تخليت عن تخصصي ومجالي. القرار ذي اكثر الناس لما تقولين لهم انا كنت بروجرامر وحين اطبخ مينونة. ترى النظرة دوما يعني نعم شنو كنتي بروجرامر، ليش هديتي؟ فصعب. يعني اتوقع قبل كان المفهوم انه كان في ثقل على الشخص لما يكون يقرر انت اخترت هاي الشغله، انت اخترت هاي التخصص، فلما تين بتغيرين تلومين وايد. اعتقد الحين في هالايام صار التغيير مقبول اكثر من قبل، ما ادري بس يعني بالنسبه لي يمكن انا ان انا غيرت كذا شيء في حياتي، ففي البدايات كنت لما اغير يمكن تعودوا عليه. تاني بقول لك انت صار ايه كان عندك اصرار وكان عندك، لان خلينا نقول حتى لو ما عندك تعريف للرساله اي، بس كنتي تدرين انت كنتي قاعده تتبعين حدسك وتدرين ان ذس از رايت. فبالنسبه لك انت هذه ترى يساعدك اذا انت كنتي كذي، فكل اللي حواليك سبحان الله الله يسخرهم لك ويسهل لك. صح. بس كثير من الناس لا مو في ذي الموقع للحين في استراجل في التغيير، لان هو التغيير يكون ترى يعني لما انا خلاص اوصل قرار ان انا بغير اكون في نهايه هاي المرحله. يعني يمكن احنا شقحنا حق النهايه ان انا خلاص يعني شنو اللي بيطلعني من هاي المرحله. فهو يا ان يكون في ناس ما قلنا الادمان اللي بيخليني مشيره، او القرار الجذري سواء عاد كان في منظوري او منظور الناس زين او شين. التغيير صحيح. الجذري يعني شيء ويزعج الاخرين ويزعج، بس مو ذي المهم. اشوفه هو مهم جدا انه ما يضر الاخرين. بالضبط. يعني يزعجهم شيء، يزعجهم خلي ينزعجوا، ويظلمهم او يضرهم ياذيهم هو شيء ثاني. بالضبط بالضبط. يعني ترى انا تغيير وظيفتي مو كان مرحب فيه،
من قبل يعني وايد ناس قريبين مني بدون ذكر أسماء بس إني يعني ما كانوا مستوعبين ولا فاهمين ولا راضيين أصلاً إنه ليش يعني ليش الواحد يبي يسوي هاي الخطوة خطوة دراستي بالكورن بلو بعد يعني ما كان مرحب فيها لأن كانت غير مفهومة وفي أشياء إحنا نبي نسويها إحنا نفسنا مو قادرين نشرح ناس ما أنت قلتي تزوج قالت مع مشاعري أو إحساسي إن ذي بيكون شيء زين لي لكن عقب ما رجعت وتغيرت الأمور تحسون إنه خلاص أي دائما قبل أي تغيير هاي كوتشيما حاطة أهلين من بضبي تكون في عواصف 200% واللي حين قاعدين نكتشفه هو إن العواصف هل العاصفة توقف ما توقف يعني قصدي أنا أتي في المواسم أي هو وساعات بعد يكون ترى في هدوء قبل العاصفة أي فسبحان الله يشوفه أنا أحس إن يعني إذا أنتي تحسين أن هاي كلها part of living يعني yes. هاي ما يصير أن أنا أقول لا أنا ما أبي أعيش ما أبي أمر في هاي المرحلة البيت اللي قاعد تقولينا أنا هاي يعني قاعد أقول اللي صح. أنا حسيت فيه يعني during هاي الفترة إيانا نشوف اللي قلتي بقولك والله عميقها جدا عميقة هاي اللي هو part of living اللي هالعواصف ذي قاعد تقول فاطمة أن هي جزء من الحياة بالضبط اللي ما يمر فيها العواصف والترمويل والمصطلح اللي هو حين قلنا احنا ليلة المظلمة للنفس ترى هو مو بعايش صح او عايش مخدر لأن عايش هو مخدر أيوه. ادمان ما whatever it is ساعات حتى تصيدين انا يعني اكتشفت انه حتى ترى في ادمان الناس تشوفها زين مثلا الامهات الامهات اللي they burn out حياتهم ونفسهم حق عيالهم يعني يستذبحون يستذبحون يضحون وايد يعني تعرفين هاي برمجة ان الام شمعة تضيء وما ادري شنو تحترق حتى لا هاي ما في ترى فانتي لما تكونين عايشة في هذه الفيز ان انا والله بحرق نفسي عشان عيالي معناته انت قاعد تشربين من شنو صح. او تخدرين نفسك عن شنو اكيد في جانب في حياتك قاعد تعبت بقول لك شيء اغلب الامهات يرضون نفسهم يعني مثلا خوف عندهم اي فهم يعني يطلع على عيالهم صح او حلم هي ما حققته بالضبط تبي في عيالها هاي كثير ترى فهاي وايد ان احنا نسقط احنا اهدافنا واحلامنا على عيالنا انا اتمنى ولدي يصير طيار زين ولدك ما يتمنى يصير طيار يصير شيء ثاني فهذه تشوفوا ترى حتى ذي احنا نشوف الام او ما شاء الله عليها مهتمه في عيالها كل شيء تسوي وعيالها طول الوقت مرتبين وبيتها مرتب وتطبخ كل شيء في البيت ترى مو صح في شيء تحسينه هني في خلل بس وين لانه بيرفكت لانه كل شيء بلس فشوفوا هاي ادمان يعني هاي ادمان او ما اعرف شو يسمونه بس خلينا نقول انه ادمان على الامومه بشكل غير صحي يعني لا حق الام ولا حق العيال فالإدمان مو شرط يكون شيء سيء. فأنت كأم شنو اللي ممكن تقولينا حقك أي أم قاعد تسمعنا أي symptoms أعراض هي تشوفها على بنتها ولا على ولدها على حد قريب منها شنو مثلا ممكن تنصحين؟ شوف يمكن أنا يعني كون إن عيالي للحين في المرحلة اللي هم وايد صغار يعني ما أعتقد إنهم وصلوا للمرحلة اللي هم يدشون هاي العمر اللي يدخلون فيه هاي المرحلة. لكن ممكن يكون أحد من البيت من الإخوان من الأهل يعني هو يعني فكرة إن الشخص يكون منعزل هذه لما يكون واحد في ناس هادئين بطبعهم بس لما يكون شخص متعودين إحنا عليه وايد أكتف ونشيط وموجود أو مع ربعة وايد نشيط وغير أي ولما تشوفينا في البيت فهني question mark ليش أو مثلا حتى الشخص اللي ما عنده طموح في الحياة خصوصا الصغار المراهقين لما تسألينهم شو انت بتصير ما أدري مو معقوله يعني وصل هاي العمر ويقول ما ادري في هاي العمر بيكون عنده توقعات يمكن تكون صح يمكن تكون غلط يمكن غير للكبر بس انه يكون زيرو ما عنده احد ما عنده ولا شيء انا احس هاي بعدي بكويشن مارك بالنسبه حق الامهات في شغله وايد مهمه يمكن انا حطيتها في بالي من اول ما قالت لي همسه ان احنا بنطلع لايف دائما يعني يتكلمون عن هاي المرحله ان الشخص بهاي المرحله يبي ينعزل ومعروف ان الام ما تقدر تنعزل لان يوم واحد بعيد عن حياه عيالها
تقريبا ما يصير يعني، مو كل ام يحصل لها ان هي مثلا تسافر بروحها، تدرس بروحها، تطلع تسوي، يعني مو دائما هاي الشيء متوفر. قبل كنت اعتقد ان انا لما I want to reconnect، يعني ابي ارجع او القى اتصالي بذاتي بعيد عن الفوضى اللي حوالي، كنت اعتقد ان انا لازم اسافر، لو يوم واحد من الصبح لليل اسافر ارتب افكاري ارتب مشاعري وارجع. مع الوقت اكتشفت انه هاي مو دائما بيصير، ومو دائما بتتوفر لي الفرصة، فصار لازم اوجد لي هاي الوقت لو نص ساعة في اليوم تكون الوقت اللي انا انعزل فيه واعيد ترتيب اي شيء ابي اي شيء ابي اسويه، حتى لو كان شيء يخص عيالي، بروجكت عندها، امتحان مقدرة تدرس فيه، ابي ارتب روحي بطريقة معينة، ارتب مشاعري بحيث اكمل اليوم اكون في احس باحساس بالهدوء داخل. ف بالنسبة حق الأم لما تحس أو تمر بهاي المرحلة وايد مهم إن الواحد ترى ينعزل. أنا بالنسبة لي يعني أحس إنه لازم أنا أنعزل عشان أفكر فعلياً أنا شنو أبي. يختلي بنفسه. يختلي، لأن سالفة إن أنا بتصل في رفيقتي وبتصل في كوتش وبتصل في شو وأنا ما أدري شنو أبي، ما حد بيقدر يساعدني. يعني أنا أمس كنت سمعت شيء وايد حلو، إنه المشاعر ما حد يقدر يشاركك إياها، حتى لو بيتعاطفون الناس معك إن أنا محبطة أو متضايقة أو شيء، ما بيحسون فيها فعليا، فما بيقدرون يساعدونك الا اذا انت بديتي الخطوه الاولى. الخطوه الاولى ان الواحد ياخذ هاي النص ساعه مع نفسه ان شاء الله او ساعه واتأذى، ويعرف هو وين النقطه اللي زعجته ومخليته في هاي المرحله، وياخذ قرار ويكون شجاع. بالي جبتي بلش عند المحك، تدرين ليش؟ الليله المظلمه للنفس تخوف. وين تخوف؟ لانها هي لحظة المواجهة مع النفس. صح، لحظة مواجهة مخاوفي، ضعفي. صح، أتعرج قدام الناس وإن أنا أتكلم عرفتي عن أشياء تزعجني أو أنا ما أحس مثلا فيها عندي ثقة. صح، وهاي شيء يعني أنا يمكن لفت انتباهي عقب ما حطيتي اللينك. يعني كل ما ترتفي أنت متى حطيتي اللينك؟ كم من يوم؟ من كم يوم؟ لكن شوفوا في هاي كم من يوم أنا حسيت إني همسة دخلتني دوامة. دوامة يعني مو دوامة، لا شنو دخلتني غسالة بصراحة. غسالة صح بالضبط. شنو قاعدة تنغسل الأشياء اللي موجودة. فاللي صار مثلا إن يعني شو أنا قلت غسالة وانقطع الاسترسال، بس هو اللي صار إن أنا حطيت بوست أو حطيت ستوري، أكيد متابعيني شافوه وبعضكم يمكن علق عليه. سألتكم سؤال وصفوني بكلمة، فوايد انكتب ناجحة، قوية، سعيدة، أم مميزة، يعني قوية صح؟ قوية، وايد انكتبت قوية، أشياء أنا ما كنت أشوفها في روحي طول السنتين اللي طافوا. أعرف أنهم موجودين بس ما توقعت أنهم في هاي السنتين كانوا واضحين، خصوصا أن أنا هاي يعني 2019 بالذات كانت أقل سنة تواجهت فيها في السوشيال ميديا، كنت مو قادرة أطلع أي شيء يعني خلينا نقول جديد أو أفكار أو إبداع أو أي شيء، لأن فعلياً أنا كنت حاسة بهاي الشعور إن أنا إلى مرحلة معينة أنا شوي صرت استك، فلازم كنت أحتاج هاي الوقفة إن أنا أرتب فيها روحي. الحمد لله إن أنا يعني ما شفت الفيديو بس ما أدري شلون جت لي هاي الفكرة إن لازم أطلع بقرار، لازم أطلع بشيء جريء وشجاع، قرار من قلبي صادق يطلعني من اللي أنا فيه. فشنو كنت أبي أسوي؟ فالحين لما شفت الفيديو يعني حسيت صراحة شعور وايد غريب. يمكن الشخص اللي يعني أنا أتمنى إنه من كل اللي قلناه اليوم لو كان في بس شخص واحد سمعنا فهو استفاد من اللي إحنا قلناه، إنه هاي مرحلة عادية وممكن ان الواحد يمر فيها اكثر من مرة، ونص الحل بالنسبة لي انا ان انت تعرف او توعى او تكتشف انك في هاي المرحلة علشان تفهم شنو الجانب اللي متعبك وتاخذ فيه قرار شجاع. بالضبط، وفي اشخاص اذا ما عرفت انت شلون تتخذ القرار تقدر انت تبتدي تبحث، ترى الحين عندنا يوتيوب، في عندنا صح. كتب، في عندنا اوديوز، في عندنا حتى في السوشيال ميديا كثير من الناس ممكن ان يفيدون.
ممكن مثلا الحين طالبين حسابك بحط لكم حساب فاطمة، ترى بالعكس احنا نقدر نساعد بعض هم من تجاربنا. يمكن اوكي هي ما بتقول لكم او يعني نسوي كذي ولا سوي كذا، بس لا، فكرة ان نعرض تجاربنا على السوشيال ميديا هذه بحد ذاتها هي تكون ملهمة لكم انتم بعد ان انتم تتكلمون. وحبيت ساي يوم قلتي ان الاهل لما على الامهات لما تتكلمين نقطة جدا مهمة فاطمة، احس ان انتم كامهات وبهات وحتى كازواج وزوجات لاحظوا يعني ابتدوا هذه اول خطوة صح، اللي هي شلون انت بتختلي بنفسك اصلا. اوكي انا ترى وايد ناس مثلا يوني ما نعرف ترى بتختلي بنفسنا، يعني انت تتكلمين لانك انت على قدر يمكن من الوعي او وصلتي لمرحله انت ما تخافين تختلي بالناس يا بنفسك. صح؟ صح. بس ترى في كثير وعارف وافهم اتفهم، في كثير يخافون، كل شيء لبدايه ما يعرفون هالشيء. فالويز اسك فور هيلب، يعني اسئله وتشوفوا من الناس اللي يقدرون ان يساعدونكم يمكن كخطوه اولى، لان هي نفس ما قالت حتى لو انت رحت حق دكتور نفسي، حتى لو رحت اوكي كوتش وايد زين، يعني انا ما كوتش، يعني انا مو بنا قاعده بشيل نفسي من الموضوع، بس مهنتنا تحطك انت ترى على السلم الاولى، ونعلمكم يمكن ان تولز تستخدمونها على اساس انتم تمشون فيها في حياتكم at the end. انا تشوف شنو ممكن تسيبونه، اكيد ايه بنسيب ان شاء الله. قاعد تبي تعلق شنو انا سايبه، انا ما اعرف كوتش، بس يعطيكم جمال لا ينتهي. احب جمال روحك، ثانك يو. في كنا سؤال مساعة بس خلني اتاكد، ابي افوت. اي ثينك ذير واز ا كويستشن. ما نقدر ما نضحي في قوه داخليه تخلينا نتخلى عن كل شيء علشان عيالنا. إذا أنا دائما أتردد بين أهدافي وطموحاتي وبين تفرغي لأولادي. أنزل شوفوا، هذه المسألة مو سهلة، يعني ما بنكذب ونقول لكم أنه لا ترى you can do it وانتو تشذي وشي، هو صدق في النهاية you can do it، ولكن في مراحل نفس ما ذكرنا مساء أنه في مرحلة أولى، أنه أول شيء لازم يكون فيه حب الذات. نحن مساء قاعدين نتكلم عن لكل شيء لا first step. فأول شيء لازم إن مثلاً الحين تتعلمين إن أنتي أولوياتك ومنظومتك أنتي القيمية اللي فيها القيم، عشان أنتي تعرفين شلون تتعاملين مع عيالك. إحنا تعلمنا إن مثلاً العيال لازم نضحي، لازم نعطيهم كل شيء، لازم الوقت لهم كل يعني كل الوقت لهم على حسابنا إحنا. هذه من المعتقدات اللي إحنا مكتسبينها، وذي من الأشياء الأسباب تدرين فاطمة اللي تدخل الناس في مرحلة الظلام أصلاً. صح. خصوصاً لما العيال يكبرون ويبتدون هم يعيشون حياتهم بروحهم، هني وايد من الأمهات يحسون بالفراغ وتبتدي حتى شنو تسبب مشاكل في حياة عيالها. صحيح. بالتدخل، بالحنة، ما جيتوني، ما زرتوني، ما مريتوا علي. صح. زين ترى هما في يوم من الأيام أنتي كنتي نفسهم، ما بتقدرين بعد، أهما صار عندهم بيوتهم، حياتهم، اهتماماتهم، ربعهم وأنتي. صح. فأنتي عشان ما تتخلين هاي المرحلة من الأساس، من البداية لازم ما تتخلين عن له هواية واحدة تقدرين تسوينها في البيت. وعشان كذي أنا مساعة قلت نص ساعة، يعني هاي النص ساعة مثلا إذا قلنا عقب صلاة الفجر العيال نامين لحين ما حد قعد من النوم، إيش فيها لو أنا فتحت كتاب وقريته او سويت لي هوايه اقدر اسويها في البيت؟ ترى وايد في اشياء، بس احنا شعورنا باليأس خلينا نقول له ما في شيء. أيه. مستحيل ما في شيء، مستحيل ما في ولا هوايه واحده من كل هالاشياء الموجوده في الدنيا ان انت تبين تسوينها او تقدرين او بامكانك ان انت تسوينها في بيتك. ما تعرفين شنو الهوايه، جربي خياطه، تطريز، قراءة، زراعة، طبخ، أي شيء، كل يوم جربي شيء لين توصلين شنو شيء اللي يسعدك من داخل، وبالتالي خلاص بتصير عندك عادة. ذكرتيني عندي في شخص وايد أحبها وايد 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 وايد، احتمال هي معنا على لايف ما عندي فكرة، بس هاي الشخص كنت أنا أقول لها أنت شنو يعني شنو أكثر قيمة عندك أنت مهمة بالنسبة لك في منظومات القيم؟ أوكي. كان يطلع شنو الطبيعة؟ نيتشر. زين قلت له زين اوكي شو اللي خليك ان انت يعني ما تمارسينها وتعززينها؟ صح. كان قالت لي ما عندنا طبيعه.
قلت لها اي ما عندنا. فبعدين اكتشفت عندنا وايد. بالضبط. فبالضبط هاي اللي نبي نوصله، انه هو انت تصنعين هاي الجو. صح. آه مفهوم الطبيعه مثلا كان بالنسبه حق هاي الشخص اللي هو شل، لازم يكون شلال صوت ماي، لازم يكون وشلال صج يو نو waterfalls، لازم يكون جبال، ولازم يكون بعدين يوم عقب السيشنز ومع الكوتشينج اكتشفت ان ترى صج التفتت اصلا يمينها اللي كان في زرع. اوكي. فهي مو حتى شايفه يعني exactly. ففي كثير من الاشياء اللي احنا ما نشوفها بسبت مصطلحات خاطئه ومعتقدات خاطئه احنا تكون. لا انا اعتقد بعد حتى حزت لما الواحد يكون محبط لو شنو بتعطينا ما يبهجه من داخل. يعني عرفتي هو هاي يعني ان الواحد يفتقد يستمتع بالشيء لانه هو من داخل في شيء مانع عنه، يعني مثل الغمامه شيء ما قاعد يشوف. فلو شنو يسوي لا يمكن يوصل هاي المرحله انه هو يكون راضي مستمتع. يعني انا احس هو مزيج من اشياء وايد. احس ان الناس اللي تمر في هاي الليله المظلمه للنفس ناس محظوظه، لانها فعليا عقب ما تطلع من هاي المرحله كل مره تطلع في وعي افضل، طاقه اجمل، شعور من داخل، حتى القيم تتغير. يصير يعني مو بان مثلا والله انا قيمتي ان انا اكون بيرفكت مام، يعني خلاص الواحد يفهم شلون يكون قيمه ان الواحد يكون مرن احسن من انه يكون بيرفكت. بالضبط. مو لازم اصلا الواحد فالواحد يبتدي يعرف يختار بشكل صح القيمه اللي هو تريحه في حياته اكثر من مجرد انه يكرر اشياء متعود يسمعها من يوم هو صغير. انت قولوا لنا بعد. بقول في عندي متابعه قالت لي ان انا يعني ممكن يستفيدون. عند في سؤال تبين اقرا اشوف؟ لا اوكي بس قاعد احاول اقرا اذا في سؤال. قول زين. ففي متابعه عندي وايد احبها وايد اعزها لانها وايد مرت في ذي المرحله هاي الليله المظلمه للنفس بطريقه جدا جدا قويه اللي خلتها ان هي كانت انسانه وايد ناجحه بالنسبه لها، يعني تنعزل، انعزلت عن امها عن ابوها وعن اهلها. لما اقول انعزلت يعني مو بيت ثاني، حتى احتمال تكون في نفس البيت بس انعزل انعزال تام. وهم صارت هي بالنسبه لها اشياء حتى بينها وبين زوجها افقدتها الثقه بنفسها وما حبت نفسها، وصارت تحس بتأليف ضمير بذنب ذنب ذنب شايلتها على ظهرها بهاي السبب. لما عرفت وطبعا هي لما سمعت شافت الفيديو اوكي واحنا كنا نتكلم عن هاي المرحله وكان كلمتني انا، فهي انصدمت. شفتي نفسي ما قلت لي يعني شيء كنتي يعني speechless عرفتي؟ صح. انصدمت هاي المتابعة ان استوعبت ان ترى ما ادري ان في امل، او حست ان ترى سبحان الله هاي الشخص قاعد يمر بنفس الشيء اللي انا قاعدة امر فيه. هاي جدا جدا مهم ان انتو تحسون ان ترى انتو مو بروحكم. صح. مو انتو الوحيدين اللي قاعد تمرون في هاي الشيء. بس جدا مهم تعرفون ان انتو في اي مرحلة، هل انتو تاكم في البداية ولا في وسط هاي التيرمويل، ولا مثلا في نهايته قاعدين تتعلموا منها. من الاشياء بعد اللي ابي اطمنكم عليها ان هالمرحله هذه هي ممكن تكون اشهر، ممكن تكون 3 اشهر، او ممكن تكون سنين. فانتوا يمكن هاللايف احنا نيتنا ان شاء الله ان بدل تصير سنين ان تكون تمر يعني باقل ضرر ممكن. لا تحاتون. انا والله العظيم احس اول مره في حياتي ان انا اسوي لايف وقاعده انصح اعطي نصيحه في تصدقين. اوكي. والله يمكن تعرفين فاطمه لان احس انه وايد مهم. صح. اول مره انا اسوي لايف واحس موضوع وايد مهم لان انت قاعده تحكي عن تغيير حياه، يعني مو بان ومؤلم بعد مو مؤلم شيء. بس انا احس يعني شوفي انا يعني احس كذي ان يعني المفروض ان احنا عقب هاي ما نمر فيها اول مره ثاني مره احنا برمجتنا وقناعتنا عن الحياه لازم تتغير. ترى حياه سهله بسيطه ما فيها التعقيد اللي احنا قاعدين نتوقعه. فانا احس ان يمكن اول شيء لازم الواحد يتعلمه، مو لازم بس مهم ان الواحد يتعلمه، ان كل ما هو بسط الحياه والظروف اللي هو فيها
بعد بتعدي بشكل أبسط. صحيح موت في عز الحياة جربتها. أنا كنت هام لحالي تاركة أهدافي عشان أولادي، وهني كأنه كنت غايبة عن الوعي وصحي بالفعل. بالضبط غياب عن الوعي هو هاي اللي إحنا قاعدين نقوله، لما الواحد يعيش إدمان أيا كان نوعه فهو ما يكون واعي. يعني هاي هو يعني ما أدري، أنا هاي اللي أحس إن الإدمان يأخذ الواحد عن الشيء. في شيء تصدقين فاطمة حنية في بالي، تذكرين ما أعرف إذا أنتوا سمعتوا، شفتي حين تلاحظين إن في كذا شخص قاعد يغير ديانته؟ صح سمعتي عنه؟ صح سمعت. متأكدة إن أنتوا سمعتوا؟ يعلنونه كأنه شيء كذي هالمعنى. بالضبط يكون في إعلان. أنا بالنسبة لي بقول لكم ردة فعلي أنا الشخصية، ردة فعلي أنا عندي إحنا إذا قلت حرية شخصية ما بيقومون علي، بس إحنا نتكلم الحين إنك كإنسان. أوكي. هو ذي الشخص ترى قاعد يمر في الإكزيستنشال تيرمويل. صح. في هذه الفترة، أوكي، الليلة المظلمة اللي هالفترة، ترى كل شخص يسأل سؤال غير عن الثاني. صح. يعني ممكن همسة أنا أسأل إنه شنو what's next، يمكن كذي لأن ما عندي مثلاً هدف ما حققته. أنتي ممكن تسألين إنه يعني سؤال ثاني. الشخص اللي غير ديانته هو عنده سؤال اللي هو هل في مثلاً الله ولا ما في الله. صح. بالنسبة له، بالنسبة لي أنا أحس إن المجتمع المفروض احنا ما نكون شنو يعني strict حازمين او شنو ورد شنو strict اي حازمين. صح. اي او نحكم على الشخص، لان انا في قرارات نفسي مقتنع هو في مرحلة، ترى فهمتي قصدي، مرحلة ممكن يرد على الناس في اي موضوع، في اي موضوع سيء. يعني ساعات احنا لان ايموشنال، الناس بطبيعتها ايموشنال، فشيء يخص الدين صار عندنا خلاص يعني ما نتحمل. اي لكن ترى هو الله يكون في عونه الشيء. بالضبط. يعني انا اللي كنت قاعده افكر، كنت تحكي قاعده افكر يعني على الناس اللي مثلا يمرون في هاي الشيء، او كأم عيالهم يمرون في هاي الشيء، احس وايد صعب، فالله يعينهم. يعني حتى احس ما عندي راي، ما عندي شيء اقوله عن الشيء، لانه فعلا وايد صعب. الا لما الواحد يوصل الى تغيير جذري بهاي القوة. يعني بالضبط اللي هو تغيير مثلا دين او شيء. فشنو هو يعني اللي نسويه في ذي اللحظه؟ دائما انا اقول يعني سواء ادعي حق نفسي ولا حق الشخص الثاني، انه يعني ربي ييسر امنا ويهدينا للصراط المستقيم. هو شوفي ترى سبحان الله يعني ما ترك لنا اي موضوع مفتوح. صح. او بدون حل. دائما يعني رسول صلى الله عليه وسلم وصلنا بأدعية، ترى ساعات احنا نكررها مجرد التكرار بدون ما نستشعرها. لكن الحين على الموضوع اللي انت قلتيه، الرسول صلى الله عليه وسلم وصلنا ترى ان احنا ندعي دائما يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وفي حديث انه يعمل احدكم عمل اهل الجنه ولا يبقى بينه وبينها الا ذراع. يعني تخيلي، خلاص تخيلي ان البني ادم مصلي الجنه فيسوي عمل اهل النار ويرجع. فمعناته هاي يعني في الدين ما في اي مشاعر او مراحل او اشياء بتمر في الانسان، يمكن كعلم واطباء نفس قاعدين يحللونها، بس هي موجوده، بس اصلا هي موجوده، هي مجرد ان التفسير اللي هم قاعدين يفسرونه لنا الحلو ذي، لو احنا ربطناه بالادعيه اللي ندعيها نستشعرها بالمعنى الصح، ما بيكون الانسان ضعيف لهذه الدرجه. او انا دائما انا اشوف اني يمكن عندي شوي شنو اقول شيء مغاير لاهوانات، في نقص في التفسير احيانا. بالضبط. لان احنا بشر يعني. بالضبط. في النهايه نتفق على هذا الشيء، هو اجتهاد. التفسير نفسه اجتهاد. بالضبط. فاذا كل انسان، كل شخص فينا احنا بحث وتساءل في الموجود، الواحد ترى بحصل وايد اجوبه اكثر من انه هو ياخذ جواب موجود. ويمكن واحد من الأشياء اللي قالتها همستها من البداية، إن أول حل حق إن الواحد يطلع من هذه المرحلة الصعبة إنه يبحث، لأن ما في حل ثاني ترى. بالضبط. يعني ما في، هي صدق فعلًا المرحلة صعبة ومعقدة وطويلة، لكن حلولها ترى نفس ما هي قالت، تولز بسيطة وموجودة، مجرد إن الواحد يستخدمها بالشكل الصح راح ان شاء الله توصله. يعني 200% صحيح. انا اشوف وايد هني قاعد اتحرك. شكرا، اتمنى يوصل لاكبر عدد. الموضوع جدا والله، نتمنى ان انتم تسوون شير. انا فتحت كان حسابي برايفت، بس الحين فتحته حق اللايف، فممكن تسوونه شير. انا بعد احس انه جدا جدا مهم.
وحتى يعني قاعد أقول إذا تبون ممكن إحنا قلت إذا تبون إحنا ممكن نكرر نتكلم عن هاي الموضوع، وإنتوا منكم إذا في أشخاص يعني صار عندها تجارب ممكن أن نستضيفهم، يعني أنا أستضيفهم بنفسي ونتكلم عن تجاربهم عشان تعمل فايدة أكثر. اليقين والإيمان صح، هي تكرار كلمة معينة تساعد على صفاء الذهن، ودي موجودة في ديننا هو الاستغفار بعد صح، دعاء اللهم بس آمين. تدرين بس خلني بقول شغلة هني على ذي الموضوع، هذه الليلة المظلمة للنفس ترى ما لها علاقة وايد إنه في التدين، يعني شلون صح، يعني ممكن شخص متدين حد وتصيده أيوة. أيه. فعشان يعني ما لها علاقة. عشان إحنا ما نحطه في ذي القالب. إحنا أيه. نتكلم ترى أي شخص وأي سن بعد ممكن شخص صيدة. متحفظين البث؟ إيه بنحفظه. بارك الله فيكم. موضوع هادف، وعندي مقترح تطرحون كل أسبوع موضوع هادف كبرنامج لايف أسبوعي. نحاول والله أنا أبي يعني. حطنا أهداف السنة الجديدة. إن شاء الله لو سمحتي حط إن شاء الله بحفظ البث. بعد شنو هني؟ اوكي بيرفكت. انزين خلني بعد خلني اقول لكم شنو في اشياء مثلا ساعدت اقول حق فاطمة. خلني بقول لكم انا حاط 6 نقاط اذا انتم تبون تكتبونها ولا انتم بعدين انها تسيبونها. يعني مثلا اول شيء اللي هو نفس ما قالت فاطمة انه اذا انتم تحسون بهاي الاحساس. شكرا شخصيتنا وايد حلوة. زين فإذا أنتوا عندكم هاي الإحساس بالفراغ، الفراغ الفكري، الفراغ النفسي هذه، والإحساس إن أنتوا واقفين عند شيء معين you're stuck، ومو بالضرورة اكتئاب ها عشان نفرق، مو بالضرورة تكون إنسان مكتئب عشان تكون أنت في الليلة المظلمة، لا يعني ممكن انت ما عندك تمارس حياتك اصلا، تروح دوام وترجع ايه تطلع وراضي اوكي بس ايه انه تمرض ذي المرحله. فاول شيء تسوي اللي هو لا تعتبر نفسك ان انت انسان سيء. This is very important. يعني لا تحط على عمرك ان انا مو اوكي وانا استحق هاي اللي صادني وانا اكيد مثلا مسوي شيء، لا يعني هون على نفسك، هاي جدا جدا مهم. وفكر فيها ان هي كنعمه، لان هي فعلا كنعمه. فاطمه قالت انه محظوظ اللي يمر بهاي الشيء، لان انسان عايش مو بميت، انسان في وعي صاحي. النقطه الثانيه اللي هي طلب المساعده من المكان الصح. بليز ركزوا على هاي النقطه. من المكان الصح جدا مهم. تصدقين بعد بقول لك شغله، خلي تعلمون، خلي يطلبون بس انتوا استخدموا عقلكم وسمعوا قلبكم. شوفي انت في البداية شنو اللي كان يعني خلينا نقول بوصلتك، اي انت your inner self صح. فهذه جدا مهم. وشلون مثل ما قالت هي ان الاختلاء بالذات، واسمع نفسي شنو تقولي، ونفسك هي اللي راح تقولك اصلا اذا هاي المكان الصح والشخص الصح اللي انت رايح له ولا لا. والحين ما شاء الله وسهل. ولو جربت بعد وطلع غلط خلاص بالضبط تتعلم منه. نيكست. بالضبط. نقطة ثالثة اللي جدا مهم هاي الأهل، دعم الأهل والأصدقاء. أتمنى إنه يكون في حوار مفتوح ما بينكم. لا تطنشون عيالكم، يعني لا تطنشون عيالكم. وايد أشوفه، يعني أنا مو أم بس أشوفه يعني كثير في مجتمع، يعني مو بس مجتمعنا يعني everywhere، إن ما يكون في دعم لهذا الموضوع. لا ما يكون اهتمام، يعني كأنه موضوع عادي وهين. لا وعادي معليت اوكي، يعني انا احس لو كل احد خذ من وقته شويه انه يعطي شويه اهتمام احد من اللي حواليه، هذا العطاء نوع من العطاء الحلو اللي يرجع على الانسان بشيء زين. فدائما بيكون شيء زين ان انا اشوف شخص اساله انت اوكي، او شيء بالضبط شي. يعني مجرد سؤال عابر، صدقون يعني مواقف اكيد صارت لكم يكون شخص هاللون عادي معكم في الدوام، زميل، شخص، مجرد هاي السؤال يخليهم ساعات الدموع. اي والله بس الدموع يصير ترى ينطرون ينطرون كأنه احد يقول ايش انت شفيك، يعني ما تعرفون يعني. وانا دائما عندي يقين ان رب العالمين يسخر الناس لبعضها ويحط في طريقنا دائما الناس الصح. بالضبط صحيح. فهذه رسالتنا حق الامهات والابهات. ورقم 4 اللي هو
حاول ان انت تعدي هاي المرحله اللي انت فيها باقل اضرار مثل ساعة ما قلنا. لان مثلا في ناس ممكن يتخذون قرارات تزيدهم يعني تهدمهم اكثر، تركبهم صح. ديون مثلا، قرارات ماليه غلط، ادمان مثلا انت ما تفضلت على اي شيء كان صعب الواحد يطلع منه بالضبط، او يضر اللي حواليه يعني عائلته. فعلشان كذي مهم الحوار المفتوح، انه يعني اذا انت كنت تحس بهاي يعني المشاعر فحاول قد ما تقدر توصل. ادري انه مو سهل لان يعني مو كل الناس واعيه وشنو معنات اصلا هاي المصطلح وشنو يعني معنات هاي المشاعر، بس حاول قد ما تقدر او تشوف الاشخاص اللي يقدرون يساعدونك عشان يكون في حوار مفتوح في العائله، ترى جدا جدا مهم. وبعدين ابحث واقرا واطلع وادعي ربك، هاي جدا جدا مهم. الحين احنا في هاي يمكن من الاشياء انا اللي تخليني ساعات في الليل المظلمه للنفس، اللي هي الاشياء الكثيره اللي حوالينا، الفوضى الهائله. وان كنت الحمد لله احس انه برضا وراحه لان مسويه ماي بابل، فهمتي قصدي؟ بالضبط. بس يزعجني ليش من الناحيه الانسانيه، صح يزعجني من الناحيه الانسانيه. اهلين لايف، احنا لايف، تطلع ويانا لايف لايف ها ايه لايفين بعد انزين لازم يخرب علينا خططنا انزين ها لا اوكي بنحطه كامتر انزين. فجدا مهم اللي هو التمسك بالايمان، انا احس بالنسبه لي هو المنقذ، يعني تحسين في النهايه إيه والله. لو ان احنا ما نبي نحطها في قالب ان الشخص المؤمن والدين وكذي، بس الايمان هو رقم واحد ترى، يعني أيه. هو اللي بيطلع الواحد شعوره صح في النهايه انه يعني بتطلع. ساعات احس ان الفرق بين الشخص المؤمن ايا كان نوع ايمانه والشخص الغير مؤمن انه هو يمر في المرحله اسهل، لان في النهايه أكيد. عنده هذه حبل اليقين ماله، يكون كل ما كان قوي كل ما كان اسهل علينا هو يطلع من هاي العفسه اللي هو يعني شيء مو شايفه مو ملموس، بس يؤمن بس انه مؤمن انه هو بيطلع هاي الايمان هو اللي بيطلع من اللي هو فيه. جدا انا عندي هاي رقم واحد، واحس دائما مو احس متاكده بالنسبه لي انه دائما بالنسبه لي هو طوق النجاه في اشياء كثيره، ويخليني اعرف انه ترى هاي مرحله صح. وانتي قلتي بعد التولز، فمن هاي التولز الاستخاره. احنا لان قلنا لنا بقرار جذري طلعنا، فالقرار الجذري مخيف طبيعة الحال، اي قرار جذري مخيف صح مهما كان نوعه وفي اي مجال يكون. فالاستخارة نوعا ما تعطي النفس نوع من الطمأنينة انه والله ترى انا في الاتجاه الصح، انا في القرار الصح. فمهما كان ان الواحد قد هو محتار، نفس ما قلت مساعة، يعني انا من وين بتناقشوني دائما ارجع الى شنو التول اللي رب العالمين عطاني اياه واللي الرسول صلى الله عليه وسلم وصاني اياه عشان يطلعنا من هذه الشغله ايا كانت، دائما تلقون الحل. ولو شيء ما تعرفونه يعني ناس ما قلنا بتبحثون عنه، خلنا نسوي ترجمه فوريه. لان دائما احط في بالي في ناس يمكن ما يعرفون حتى الاستخاره، يمكن في ناس نذرنا مسلمز. فالاستخاره ان يو اس جود، ان انت تسال رب العالمين، انك انت تسمع رب العالمين. فهي هاي الاتصال اللي بينك وبين ربك، هاي اللي جدا جدا مهم في حياتك عشان تكون متوازنة وانت تكون ثابت يعني grounded. وتعرفين شنو بعد ساعة بس انا ودي اقراها ومو قاعدة اشوفها، فما ريت تشوفينها. بحاول اوكي. في الحضارة في الحضارة الهندية الكلمة السنسكريتية تعني تعويذة، اما صوتية او من المانترا في الديانة الهندية، ما أدري، أتوقع إن قاعدين يمكن يمكن على موضوع الدعاء أو على موضوع لا أو موضوع يمكن اللي هي الليلة المظلمة للنفس، ما يمكن يعني قاعد ترجمها في الحضارة الهندية يمكن أوكي. أنا بس أشوف الحضارة الهندية ومقرر وايد الشيء يخرع بس حلو اللي قاعد أكتب ملاحظات كت أوكي حلو حبيبتي أوكي. عايشة كتبت شيء عن الديون وفجأة كوتش ذكرتني كلمة ديون بنفس الوقت فهذه رسالة يعني، لأنه هلا دخلت البث وما فهمت أوكي إيه أنا بعد اللي كاتبت لي دخلت وما فهمت، الحين راح نسيبه فتشوفوا البث مرة ثانية يا ريت.
مريم كيف شفت حسابك؟ تكتبون الموضوع بعض النصايح حبيبتي. ايه عطيناكم اشوه، شوفي هاي اللي قلت لك ان النصايح، فقلت لكم انا الحين نصايح هي شوفي يعني انا بالنسبه لي النصيحه حق الشخص اللي يطلبها بيحصلها دائما، لكن النصيحه الاولى والاخيره ان الواحد لازم يبحث، لان كل واحد قاعد في وضع مختلف عن الثاني، وانا دائما اؤمن ان كل انسان يكتب قصه حياته اليونيك بالضبط. ما حد يشبه احد، احنا نتشابه في امور بس ما نقدر نطبق احداث قصه اي شخص علينا احنا. صح. فافضل دائما ان الانسان يبحث بروحه، يقيم وضعه ويشوف يعني هو وين وشنو يبي يسوي. هو يبحث معناته ان انت تسال، واحنا لنا ما تعودنا فاطمه على السؤال، يعني خصوصا في الامور الوجوديه لما نقول existential. صح صار عندنا خلاص اي اللي هو انا ليش موجود مثلا. فسالوا مو غلط عشان انتم تتواصلون. اوكي احنا ندري في النهايه ان يعني ما رب العالمين خلقنا عشان نعبده، بس في تشعبات كثيره تحتها. فاسك، فهاي اللي قاعد تقول لنا بحثوا وسألوا، لا تخافون، أنا هاي من وجهة نظري لا تخافون من السؤال. صح. واستخدموا عقلكم واسمعوا قلبكم. هو ترى يعني أنا أحس إن لما هم يسألون شخص غلط ويعطيهم جواب غير مقنع، أحس من فطرتنا إن إحنا بننتقل إلى شخص ثاني بنسأل ليه ما أحد يعطينا الجواب اللي بنحسه مقنع بالنسبة لنا، أو بنبحث في كتب أو بأي طريقة يعني. واحتمال ترى عقب في النهاية أنت تختارين الجواب أنت اللي يناسبك في النهاية، مو شرط إنه من شخص معين. أكيد. زين إحنا خلصنا تقريبا صدقيني خلصت ساعة، بس أنا ما بينقطع في ويكم. يا زين إحنا راح إن شاء الله نسيف هاي اللايف عندي. أكيد. وعند فاطمة. وشنو بعد بقول كنت، اذا تبون ان احنا نتكلم عن هاي الموضوع او انتم تشاركونا، انتم بعد قولوا لنا. اوكي وي كان دو ذس. انا احس هاي لنا وايد موضوع مهم. صح، وموضوع ترى اكبر من ان الواحد يتكلم فيه في هاي الوقت البسيط. بالضبط. ففعلا هو محتاج ريسيرش عشان انتم تشوفون هل انتم في نصه خلصتوا جربتوا اور وات ايفر يعني. يا ويلا ثانك يو، ما نبي نقطع في وجهكم. اي تصبحون على الف خير. وشكرا شكرا ان انتم كنتوا معنا. وانتي بعد شكرا. انتي والله شكرا. تينا اول لايك حبيبتي. يلا جايز سي يو، السلامة. اوكي اطلعي عشان لا تتابعي. Are you sure you want to end video؟ ايه.